تحت جنح الليل يد الإرهاب تضرب في عدن من جديد. تريد جماعة إرهابية إغراق المدينة بالظلام طويلا، ولذلك تواصل سعيها بشكل حثيث لزعزعة الأمن وإقلاق حياة السكان. فعدن التي اختارت أن تكون عاصمة مؤقتة مر عليها ما يقارب 10 أشهر تماما، وبعد تحريرها من قبضة الميليشيا في يوليو الماضي تلقفتها جماعة جديدة بأجندة قديمة يعرفها الجميع جيدا ويحفظون تماما من يحركها. فبعد كل عملية جديدة يتحدث مسؤولون حول الأجندة التي تعمل وفقها أذرع الرئيس المخلوع في المدينة، يسهم ذلك في إبقاء الحالة الأمنية في هذه المحافظة هشة، وتشهد ركة في التعامل مع هذه الجماعات التي اتخذت من منطقة المنصورة انطلاقا لعملياتها، فحاولت تصفيات قيادات عسكرية رفيعة في السلطة والأجهزة الأمنية وغيرها. سلسلة من الحوادث والاغتيالات أبقت العاصمة المؤقتة في الواجهة، لكن ليست على ما يرام، وتشهد تدهورا ملحوظا هو ما دفع بالأجهزة الأمنية إلى الدخول بشكل مباشر مع هذه الجماعات. دارت معها جولات قتالية خلال 4 أيام الماضية، تدخل فيها الطيران العسكري الذي استهدف تجمعات إرهابية في عدن ومحيطها، أبرزها تلك التي احبطت مخططا لاستهداف قاعدة العند العسكرية. في غضون ذلك أعلن التحالف العربي مقتل طيارين بتحطم طائرة عسكرية فوق جبل البريقة. ومن جهتها ذكرت مصادر في السلطة المحلية أن قوات أمنية تمكنت من اقتحام مقر المجلس المحلي في المنصورة بعد اشتباكات اندلعت مع مجاميع مسلحة متطرفة كانت تتحصن فيه. وذكرت مصادر أن هذه العملية تأتي في إطار تدشين المرحلة الثانية من الخطة الأمنية التي وضعتها اللجنة الأمنية العليا حسب محافظ المحافظة عيدروس الزبيدي.